الجزء السابق احنا اتكلمنا على الكراسي او انواع البيرنجز معنى اصح، من حيث الانتي فريكشن بيرنج والجورنال بيرنج، او تقسيمهم الى انتي فريكشن بيرنج وجورنال بيرنج. وبعدين بالنسبه للانتي فريكشن بيرنج، عرفنا ان الانتي فريكشن بيرنج دي في منها نوعين، او هما نوعين اساسيين، هما الراديال بيرنج والثراست بيرنج. والريديال بيرنج بيشيل الاحمال الراديال، بينما الثراست بيشيل احمال النورمال او الايه الاكسيال لودز اللي بتبقى موجوده على الاعمده. وعرفنا ان البيرنجز دي ما هي الا اجزاء ميكانيكيه الهدف منها ان هي بيظهر عندها الرياكشن اللي بيعادل قيم الاحمال الخارجيه الميكانيكال اللي بتتواجد على الجسم على الجزء، او بمعنى اخر ان هي الرابط بين العنصر الدوار والفاونديشن، اللي هو مثلا الارض او جسم الماكينه اللي متركب فيها العمود اللي عليها هذه الكراسي. كمان تعرضنا الى انواع الرولينج اليمنتس اللي هي فيها البول وفيها السلندريكال وفيها الكونيكال والانواع المختلفه والاباريه وهكذا. وكمان شفنا ان الريديال بيرنجز دي ممكن ايضا تتحمل ثراست بيرنج، ولكن بقيم معينه لسه ما عرفناش هذه القيم دي اللي احنا عايزين ايه نعرفه دلوقتي. لكن شفنا ان في منها يتحمل الريديال في اتجاه واحد، في منها يتحمل الريديال في اتجاهين. بالاضافه لكده هنلاقي ان في انواع منها لا تتحمل الريديال، لا تتحمل ثراست على الاطلاق. يعني في منها بالاضافه للريديال بتتحمل الثراست في اتجاه او في اتجاهين، وفي منها كمان ايه لا يتحمل الثراست خالص لكن يتحمل فقط الايه الريديال. دلوقتي اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي، او عايزين نتعرض دلوقتي لايه، لانواع لكل نوع خصائصه ايه من حيث تحمله الثراست. يعني هل بيتحمل ثراست او ما بيتحملش؟ طيب عرفنا او هنقدر نعرفه هذا الكلام. طيب بيتحمل قد ايه الثراست؟ ثراست لود بالنسبه بالاضافه للريديال، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ومعانا دلوقتي اول حاجه قدامنا دلوقتي مثال اولاني بالنسبه للسنجل رو ديب جروف بول بيرنج، اللي هو نلاحظ ان هو اللي هو مرسوم قدامنا ده، اللي هو بيبقى فيه الكره في كتفين حواليها. وعرفنا ان البول هنا هو مثلا بتبقى مغموسه جوه الانر والاوتر ريسز، بمعنى ان في كتفين على الكوره او على البول بتاعتي من الشمال واليمين، سواء بالنسبه لوضعها مع الانر ريس او مع الاوتر ريس. وبالتالي قدرنا نوصل ان مثل هذا النوع من الديب جروف بول بيرنج اللي هو سنجل رو ديب جروف بول بيرنج، اللي هو صف واحد من الكور، بيشيل بالاضافه للريديال زي ما واضح في الاسهم اللي مرسومه على ايدنا اليمين، بالاضافه للريديال فورس فبيشيل اكسيال فورس في الاتجاهين. دلوقتي الاضافه اللي احنا بقى عايزين نعرفها دلوقتي، نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان هو لو بيشيل حمل ريديال قيمته واحد، نلاقيه بيشيل الثراست اللي هو بيشيله او الاكسيال بيكون 7/10 منه. يعني لو بيشيل، لو ده الكباستي بتاعته ان هي تشيل 100 نيوتن في الاتجاه الريديال، فهو بيشيل 70 نيوتن في الاتجاه الاكسيال. ده اللي هو النوع الايه؟ الديب جروف بول بيرنج اللي احنا اتعرضنا له قبل كده. مثال اخر بالنسبه بقى للسنجل رو سيلف الاينمنت بول بيرنج، فنلاحظ ان سيلف الاينمنت الدبل رو سيلف الاينمنت بول بيرنج، هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان انه بيشيل في الاكسيال 20% بس من الراديال. يعني لو بيشيل 1000 نيوتن راديال، هنلاقيه بيشيل 200 فقط اكسيال. ونلاحظ ايه؟ ان ده بيرجع لايه؟ بيرجع لان لو نلاحظ ان نتيجه الكيرفيتشر اللي بين البولز والاوتر ريس، فنلاحظ ان الكتف مفيش كتف زي كتف بين الاوتر ريس والبولز، وبالتالي فهنا الحمل اللي ممكن تشيله قليل. في حين في حاله الديب جروب بول بيرنج كان الكتف كبير، يعني الكوره كانت غاطسه في الاوتر ريس، فكان في اكتاف حواليها، فده كان بيخليها مقدرتها على تحمل الاحمال الاكسيال بتبقى اعلى، لان الحمل هو بيتحرك من الانر ريس للبول للاوتر ريس،
بيلاقي كتف كبير، فبيقدر ايه هذا الكتف يقدر يشيل حمل كبير، لكن هو نلاقي الكتف ايه صغير نتيجه ان الكيرفيتشر ان هو ايه او نتيجه ان الكتف او الشولدر اللي بين البول وبين الاوتر ريس صغير، وعشان كده بتشيل ايه 20% فقط من الحمل الاكسيال اللي عليها. بس طبعا السيلف الاينمنت دبل رو بول بيرنج دون فيه الميزه ان هو بيعمل عمليه ايه ادجستمنت او ظبط او الاينمنت للاكس بتاع العمود معاه ومعاه الانر ريس والبولز مع الاكس بتاع البيرنج عن طريق الايه التلتنج اللي ممكن يحصل للكور مع الانر ريس مع بعض حوالين ايه السطح الكيرفد او الكونكيف بتاع الاوتر ريس. بالنسبه للثراست بيرنج فقدامنا مثلا هنا هو حالتين، حاله للدبل رو او دبل رو ثراست بيرنج وسنجل رو ثراست بيرنج. على الشمال دلوقتي لو بصينا للرسمه اللي على الشمال اللي هي بتاعت السنجل رو نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان هي ممكن تشيل اكسيال لود فقط في الاتجاه الراسي في اتجاه واحد اللي هو في الاتجاه من اسفل الى اعلى، بينما في حاله الدبل رو فهي ممكن تشيل ايه حمل في اتجاهين. نلاحظ ان هذا النوع من الكراسي اللي هو الدبل رو والسنجل رو ثراست بيرنجز ما تشيلش خالص اي ريديال فورس، لكن لو كان سيلف الاينمنت زي ما شفنا يمكن في لوحه قبل كده كان ممكن يشيل ايه جزء ايه ريديال. بس نلاحظ هنا كمان بالنسبه للكرسي اللي هو السنجل رو ده اتجاه السهم اللي هو من اسفل الى اعلى ده يعني حاجه، يعني ان الشفط بتاعي هيكون متثبت في الرنج التحتانيه. ما هي دلوقتي السنجل رو ثراست بيرنج اللي على الشمال ده مكون من ثلاثه رنج او ثلاث حلقات، حلقه عليا وحلقه سفلى وبينها الحلقه الوسطانيه اللي هي الكيج اللي فيها البولز. طالما ان السهم اللي انا عامله ده لاعلى اللي هو مكتوب عليه ايه، فده معناه ان الرنج التحتانيه هي دي الرنج اللي هيثبت فيها العمود، يعني العمود هنا عندي العمود نازل لتحت مش طالع لفوق، والرنج الفوقانيه دي اللي هتثبت فيها اللي هتثبت في الايه في الكيسنج او الهاوزنج. ناخد بالنا ايه من ديت بس، ولكن في حاله الدبل رو بقى ده ممكن ايه هنا هو اثبت العمود سواء في التحتانيه او في السفليه وهيشيل الحمل في الاتجاهين، لان الحمل لو احنا مثبتين فوق في الرنج الفوقانيه هيجي من العمود للرنج الفوقانيه للبولز للرنج الوسطانيه للكيسنج او للهاوزنج، بينما لو انا مثبت العمود من تحت هياخد لي الحمل من تحت هيجي على الرنج التحتانيه خالص على البولز التحتانيه على الرنج الوسطانيه للايه للهاوزنج. ده هيبقى ايه اتجاه مسار الاحمال سواء في السنجل او في الدبل رو ثراست بيرنج. الجدول اللي باين قدامنا دلوقتي ده بيلخص لي معظم او جزء كبير قوي من انواع البيرنجز ان لم يكن كلها اللي ممكن انا استخدمها او احتاج لها في الماكينات في التطبيقات العاديه والعامه. الجدول هنا هون بيوضح لي كل نوع من انواع البيرنج، وده في اول عمود، وفي العمود اللي جنبيه على طول بيقول لي اتجاهات الاحمال اللي ممكن تشيلها، هل بيشيل ريديال فقط ولا ريديال واكسيال، وهل الاكسيال في اتجاه واحد او في اتجاهين. ده واضح من الاشكال من الايه من العمود الثاني. اما العمود الثالث فبيديني قيمه الريديال لود، والعمود الرابع بيديني الاكسيال لود بالنسبه للريديال لود. وهنا ايه في كم نوع في 12 نوع من انواع الايه الكراسي. بس ناخد بالنا هنا من حاجه، اولا ان مثلا لو بصينا للصف اللي على ايدنا الشمال نلاقي ان اول نوع اللي هو ديب جروب وول بيرنج كاتب لي هنا هو الريديال واحد وجنبيه الاكسل 7/10، يعني بيشيل 7/10 بالنسبة للواحد. وبالتالي حسب الكرسي اللي عندي ومن الجداول بتاعة الشركة المصنعة بقدر اشوف الكرسي ده بيشيل ريديال قد ايه، وفي هذه الحالة ابقى انا عارف قيمة الاكسل لود اللي هو ايه ممكن يشيله. طيب لو قارنا بين النوع الاولاني
اللي هو النوع الاولاني اللي هو في الصف اللي على ايدي الشمال، اول نوع على ايدي الشمال، واول نوع في الصف في العمود اللي على ايدي اليمين، يعني في العمودين اللي على الشمال واليمين اول نوع من فوق. هنبص نلاقي ايه؟ هنبص نلاقي النوع اللي على ايدي الشمال بيقول لي ايه، بياخد راديال واحد، في حين اللي على ايدي اليمين بياخد 1.7. دي معناها ايه؟ معناها ان النوع اللي على ايدي الشمال ده قابليته لتحمل الراديال لودز اعلى. يعني اذا كان بنفس الحجم البيرنج، يعني لو بيرنج بنفس الحجم، واحد من النوع اللي هو الديب جروف بول بيرنج والتاني من الرولر بيرنج اللي هو على ايدي اليمين، هبص الاقي ان الرولر بيرنج ده هيشيل 1.7 لو كان متماثل في الابعاد زيه زي الايه، متساوي في الابعاد مع النوع اللي هو الديب جروف بول بيرنج. يبقى هنا ايه الابيليتي بتاعته او اللود كارينج كاباسيتي بتاعته في الريديال هنا ايه، اعلى. وان كان النوع اللي هو الرولر ما بيشيلش ايه اكسل كويس. نضيف كده حاجه تانية، الاحظ ان في بيرنج زي البيرنج الرابع في العمود اللي على ايد الشمال بيشيل 2.3 ريديال يعني، وبالتالي فمعناه كده ان هو بيشيل 230% في الاتجاه الريديال زياده عن الـ النوع الاولاني. يعني اذا كان الاولاني لنفس الابعاد بيشيل 1000 نيوتن، هتلاقي التحتاني اللي هو النمره 4 ده بيشيل ايه 2300 نيوتن، ولكن الاكسيال 7.10. 7.10 دي طبعا منسوبه للواحد، يعني يشيل ايه 2300 نيوتن، وفي الاتجاه الاكسيال يشيل لغايه 700 ايه نيوتن. بيشيل 7.10 مثلا زي النوع الاولاني على ايد الشمال، فده بيشيل 1 راديال و7.10 اكسل. طب نفترض انا عندي بالنسبه وده هيشيل الحمل الراديال اللي عندي، لكن لقيت ان قيمه الاكسيال لود ما هي 7.10 7.10 الراديال، لا كانت 9.10 او كانت تساوي 1 او 1.2 الريديال، في هذه الحاله ما ينفعش بقى احط هذا الكرسي احط جنبيه كرسي من انواع الريديال اللي هي زي النوع السنجل رو ثراست، من نوع الاسف الثراست زي السنجل رو ثراست بيرنج او الدبل رو ثراست بيرنج اللي هما النوعين اللي في العمود الراسي اللي على ايد الشمال بجانب الايه الريديال. يعني ممكن انا طبقا لقيمه الحمل الاكسيال اما استخدم كرسي واحد ريديال يكون بيشيل ريديال واكسل ويقدر يشيل قيمه الاكسل لود اللي متولده عندي، ولكن لو كانت هذه قيمه الاكسل لود دي عاليه قوي فانا احط كرسي ريديال واحط جنبيه كرسي ثراست عشان ايه يساعده في انه يشيل ايه الاحمال المتولده عند هذا الايه السبورت. عايزين دلوقتي نتعرض ل ازاي انا اعمل عمليه سيليكشن او اختيار للكرسي بتاعي، ولكن قبل ما اعمل عملية السلكشن دي لابد ان انا في بعض المبادئ الاساسية لازم اعرفها. لازم اعرف التايب اوف فيكسيشن اللي هو عملية تثبيت الكراسي. تثبيت الكراسي في الواقع هو بيبقى في عندي ثلاث انواع رئيسية لتثبيت الكراسي، او النوع اللي هو الفلوتينج اللي هو زي اللي هو واضح قدامي دون، ومثل هذا الكرسي اللي احنا بنسميه الرولينج رولد. معناه او يعني اهم خاصيه فيه ان ده ما بيشيلش غير قوه اكسل، يعني قوه من اسفل الى اعلى او من اعلى الى اسفل فقط، والتمثيل بتاعه بيبقى زي ما هو واضح كده ايه قدامنا. ده النوع الرئيسي، ومثل هذا النوع ممكن احط فيه ريديال ايه بيرنج، سواء كان ريديال بيرنج ده بيشيل ثراست او مشيل ثراست مش مهم، لان هنا هو مع ان التمثيل بهذا الشكل هلاقي ان ما فيش غير رياكشن فقط موجود واحد في الاتجاه الراسي عند هذا الايه الكرسي. النوع الثاني اللي هو الفيكسد بيرنج، والفيكسد بيرنج ده زي اللي هو ظهر قدامي دلوقتي، والفيكسد بيرنج ده بيشيل قوتين، قوه اكسل وقوه ريديال، يعني ممكن يشيل قوه اكسل من اسفل الى اعلى ومن اعلى الى اسفل، وبالاضافه لكده يشيل قوه ريديال من اسفل الى اعلى ومن اعلى الى اسفل، وبالاضافه لكده يشيل قوه اكسل كمان ممكن من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. ونلاحظ ان اي شافت عندنا لابد طبعا احنا عارفين الرياكشن هتبقى عليها تبقى 3 رياكشن، ممكن يبقى واحد عند الفلوتنج واثنين عند الفيكسد، ولو ما كانش فيه اكسيال لود هيبقى في واحد عند الفلوتنج واحد عند الايه الفيكسد. ده النوع الايه الثاني. اما النوع الثالث والاخير وهو التوتال فيكسد
بيرنج زي اللي هو واضح قدامي ده، واللي احنا بنقول عليه ايه، بيشيل اكس وواي ومومنت، يعني يشيل راديال لود في الاتجاه من اسفل لاعلى او من اعلى لاسفل، ويشيل معاه اكسيال لود من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، واضافه لكده يشيل مومنت ممكن جاي من فوق لتحت او من تحت لفوق. دول الثلاثه ايه، ثلاث انواع للفيكسيشنز اللي انا ممكن اتعرض لهم في الماكينات اللي احنا في الاجزاء الميكانيكيه بتاعتنا يعني. دلوقتي في هنا بعض الملاحظات لازم ناخد بالنا منها. اول ملاحظه ان ايه، ان لاحظ ان انا ايه، بعد ما بعمل السوليد دايجرام اللي هو يعني مثلا الخط الابيض ده اللي احنا رسمه اللي مرسوم قدامي دون، الخط الافقي في اي نوع من الفيكسيشن دون ده بيمثل الشافت، والمثلث دون سواء الرولد او الفيكس دون بيمثل البيرنج، او التوتال فيكس ده برضو بيمثل البيرنج. يبقى اذا انا اول خطوه عندي ان انا بقدر احدد انواع الرياكشن المتولده عندي من السوليد سيستم، من التمثيل للشكل بتاع البرزنتيشن بتاعي، للشكل بتاعي على هيئه الايه، الخط المستقيم وعليه الاحمال الاكسترنال، وبجيب منها الرياكشنز عشان اعرف قيم الرياكشن، ومن قيم الرياكشن بقدر احدد هل الكرسي ده هيكون فلوتد او فيكسد او توتال فيكسد. نلاحظ من بدء سيرو ستراكشر ان حتى لو كان العمود بتاعي سيمبل بيم، فهلاقي واحد بيبقى توتال فيكسد، واحد اسف بيبقى فيكسد والتاني بيبقى فلوتد او رولد، بمعنى ان انا لازم يكون واحد عندي زي البيرنج بتاعي لازم يبقى واحد فلوتد زي اللي على الشمال خالص، وواحد ايه فيكسد زي اللي في المنتصف، بصرف النظر عن هي انا عندي اكسيال لود او ما عنديش اكسيال لود. لو عندي اكسيال لود هيظهر الرياكشن بتاعه عند الفيكسد، لو ما فيش هيطلع بصفر مش مشكله، لكن لما اجي اثبت هثبت واحد فيكسد وواحد فلوتد برضه حتى لو ما كان ما فيش عندي اكسيال لود. ليه؟ لان الفلوتنج بقى تاني حاجه، يعني ان الفلوتنج بيثبت ازاي، بيثبت احنا عارفين اي كرسي عباره عن اتنين ريسز، انر ريس واوتر ريس، وبينهم الرولد اليمنتس. لو كان هو فلوتد يعني زي النوع اللي على الشمال ده، هو يعني عليه طلع عندي من الحسابات بتاعتي بتاعت الاتزان اللي هي سيجما اكس تساوي صفر، سيجما واي تساوي صفر، سيجما مين تساوي صفر، وطلع عندي رياكشن واحد راديال يعني الاعلى الاسفل او من اسفل الى اعلى، فمثل هذا الكرسي حثبته الانر ريس بتاعته تثبت على العمود بكتفين من الشمال واليمين. انا بتخيل دلوقتي الشكل قدامي ان العمود بتاعي افقي، الاوتر ريس بتبقى حره، يبقى اذا الفلوتد في واحد ريس الداخليه بتثبت من بره ومن جوه او من الناحيتين بتوعها من الطرفين بتوعها، بينما الريس الخارجيه ما بتثبتش، وهنشوف الكلام ده بعد كده بتطبيقات. او طبعا العكس ممكن ان انا اثبت الخارجيه واسيب الداخليه حره، ان الريس تبقى حره والخارجيه تبقى مثبته من جانبينها من الجانبين بتوعها. بالنسبه للفيكسد، فالانر ريس والاوتر ريس بتوعه لازم يبقوا مثبتين تثبيت كامل، بمعنى ان الانر ريس تبقى مثبته من طرفيها والاوتر ريس بتبقى مثبته برضو من الطرفين بتوعها، حتى ولو كان ما فيهاش اكسيال لود. ناخد بالنا من دي، ما ينفعش يعني لو انا عندي السيستم بتاعي ما فيش غير اكسيال لودز راديال لودز بس، ومفيش اقول اكسيال لود بيساوي صفر، ما ينفعش اعمل الاثنين فلوتنج، لا لازم اعمل واحد. ما ينفعش اثبت الاثنين تثبيت الفلوتنج او الرولد، لا لازم واحده رولد والثانيه فيكسد، يعني واحده تقوم مثبته من حلقه واحده اللي عليها رياكشن واحد، والثانيه تقوم مثبته من الحلقتين الداخليه والخارجيه من الطرف، معنى مثبته الحلقه مثبته معناها في كتفين بيخدموا عليها او ضاغطين عليها بشرط تبقى ثابته في ايه، في مكانها. يبقى الفيكسد الانر ريس والاوتر ريس مثبتين، والفلوتنج الانر ريس او الاوتر ريس فقط مثبته والتانية بتبقى حره. بالنسبه للتوتال فيكسد، فالتوتال فيكسد ده ليه وضع خاص، ده نتيجه انه بيشيل مومنت، فعاده بنحط فيه كرسيين راديال جنب بعض وبينهم مسافه، بشرط ان المسافه دي في يعني المسافه دي هتشيل لي قيمه المومنت. ازاي؟ لما بيكون عندي مسافه وفي كرسيين، معناها ان الكرسيين ده هيظهر فيهم اتنين رياكشن بس، يبقى واحد لفوق وواحد لاعلى والتاني لاسفل،
التو رياكشنز دول مع بعض، اي واحد منهم في المسافه بين التو رياكشنز، بين التو رياكشن او بين التو بيرنجز، هيديني المومنت اللي هو اللي بيكون متولد عند التثبيت التوتال فيكسد اللي قدامنا. الكلام ده هنشوفه بالتفصيل دلوقتي. اللي قدامنا دلوقتي مثال تو بيرنجز، يعني هو هنا مقرب طرفين الشافت على بعض عشان يبين لي واحد فلوتنج اللي على اليمين والفيكسد على الشمال. لو بصيت لواحد واحد، نمسك الاول حاجه الفيكسد، لاحظ ان الفيكسد ايه، الانر ريس محصوره بين كتف موجود على العمود من ناحيه اليمين، وفي سليف او شاقه من ناحيه الشمال اللي هي باللون الاحمر، وبالتالي فالانر ريس في هذه الحاله محكومه من الناحيتين، تعتبر متثبته. نيجي للاوتر ريس، نلاقي برضو في كتف موجود في الهاوزنج من ناحيه اليمين، وفي سليف باللون تقريبا اخضر او بترولي ناحيه الشمال، وبالتالي فالانر ريس في الاوتر ريس برضو محكوم من الناحيتين. وبالتالي بالنسبه لهذا الكرسي او لهذا البيرنج، الانر ريس محكوم من الناحيتين، الاوتر ريس محكوم من الناحيتين، اذا ده فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ يعني ده ممكن يشيل راديال فورس وكمان اكسيال فورس. طبعا هنا اكسيال فورس في اتجاه او في اتجاهين، ده بيرجع لايه؟ لنوع الكرسي. لو كان الكرسي ديب دروينج ديب جروف، هيشيل الاكسيال لود ممكن تكون من الشمال او اليمين، لكن لو كان انجل كونتاكت هيشيل في اتجاه واحد. نبص على دلوقتي على ده بالنسبه للفيكس اللي هو على الشمال. لو بصينا للكرسي اللي على اليمين، نلاحظ انه مكتوب عليه فلوتد. تعال نشوف تثبيته ازاي. نبص نلاقي لو بصينا للانر ريس او الحلقه الداخليه او الانر رينج، هلاحظ الانر رينج محكومه على الشافت من اليمين والشمال، من ناحيه الشمال محكومه بكتف على العمود، ومن ناحية اليمين محكومة بسناب رينج، يعني حلقة وردة سوستة بتتركب على العمود، بيتعمل لها نوتش في العمود وبتثبت، بشرط يبقى الانر ريس دلوقتي ايه؟ متثبتة من ناحيتين. ولكن السناب رينج دي ما بتتحملش لود، وبالتالي تعتبر مش متثبتة، يعتبر ده بس عملية بوزيشننج، عملية ضبط للمكان، لكن لو جت عليها قوة ممكن تكسرها، وبالتالي دي ما تشيلش قوة اكسيال خالص. لو بصينا للاوتر ريس، الاوتر ريس من ناحيه الشمال هي موجوده، طبعا الاوتر ريس مشروطه في الكيسنج، هنلاقي من ناحيه الشمال في كليرانس بين نهايه الجروف اللي هي راكبه فيه وبين البيرنج نفسه من ناحيه الشمال، ومن ناحيه اليمين عاملين عليها غطا اللي هو باللون اللي هو البترولي دول، على اساس ان العمود ده ممكن يكون نهايه شافت، فعامل عليه غطا اللي هو البترولي لو كان نهايه شافت. الغطا ده نلاحظ ان هو ايه؟ مش واصل لغايه اخر الايه؟ الانر ريس، لا في خلوص بينه وبين الاوتر ريس، اسف، في خلوص بينه وبين الاوتر ريس، وبالتالي تصبح الاوتر ريس في الحاله دي فري من الناحيتين. وبالتالي هذا الكرسي مش هيشيل غير حمل راديال فقط، ما يشيلش اكسيال خالص. بالنسبه للسليف او للكفر اللي موجود من ناحيه اليمين اللي بيأثر على الاوتر ريس، لو كان دي نهايه عمود بيكون ده كفر بيتربط بمسامير في الوش بتاع الكيسنج. لو كان العمود ده مستمر فبيكون دي سليف، السليف دي بعملها بطريقه بشرط ان هي ما توصلش، يعني اصممها بشرط ان هي ما توصلش لنهايه ايه؟ السطح بتاع الاوتر ريس. الاكزامبل الثاني اللي قدامنا بيوضح لي نهايتين برضو بتوع عمود. انا عامل سيكشننج، يعني سيكشن بشرط ان انا بس ظاهر ايه نهايتين عمود، مش ظاهر ايه اللي بين التو بيرنجز. نهايتين العمود دول فيهم تو بيرنجز، واحد فيكسد والتاني فلوتد. الفيكسد على الشمال برضو والفلوتد على اليمين. نوع الكرسي ده اللي هو دبل رو سيلف الاينمنت بيرنج، ودبل رو الرولر دون سيلف الاين بيرنج دون ممكن يشيل اكسيال ويشيل راديال، اي واحد فيهم، لان الكرسيين زي بعض متماثلين. ولكن
طريقه التثبيت بتاعه اللي على الشمال هيشيل راديال، بس لو كان في اكسل فالبيرنج اللي على اليمين هيشيل الاكسل مع الراديال. لما نيجي العكس، الفيكسد على الشمال والفلوتر على اليمين، وبالتالي لو كان في الاثنين هيشيلوا راديال، لكن لو كان في اكسل هيتشال اللي على الشمال مش اللي على اليمين، لان الفيكس ده هو اللي ايه اللي على الشمال. تعال نشوف الاول كرسي، الكرسي اللي على الشمال الاحظ ان هو الاوتر ريس بتاعته محكومه من ناحيه اليمين، ده بالنسبه للفيكسد، من ناحيه اليمين بكتف موجود في الهاوسنج نفسه او في الكيسنج، ومن ناحيه الشمال بسليف اللي هي الاحمر الطوبي. الانر ريس محكومه برضو من ناحيتين، بكتف في العمود لان الانر ريس شحطه في العمود، بكتف في العمود، ومن الناحيه الثانيه من ناحيه الشمال سليف لونها ايه بترولي. وبالتالي دي الانر ريس والاوتر ريس متثبتين، يبقى اذا هذا الكرسي ممكن يشيل اكسل وريديال لو كان فيه اكسل. ما فيش اكسل يبقى فيه ريديال بس، لكن تحت اي وضع سواء كان فيه اكسل او فيش ريديال لازم طرفين العمود واحد منهم يبقى فيكسد والثاني يبقى ايه فلوتد. لو نبص على الشمال نلاحظ ان الرينج الداخليه او الانر ريس بتاعتي محشوره من محكومه هي راكبه على العمود ومحكومه بين من ناحيه الشمال بكتف على العمود ومن ناحيه اليمين بسليف، بينما الاوتر ريس في كليرنس بينها بين الجروف اللي موجود المعمول في الكيسنج وبين السطح بتاعها من ناحيه الشمال، سطح الاوتر ريس من ناحيه الشمال، ومن ناحيه اليمين برضو في كفر، والكفر ده حرفه مش واصل لغايه الايه الاوتر السطح بتاع الاوتر ريس، عشان تبقى الاوتر ريس عندها الحريه لو حصل اي اكستنشن نتيجه حراره نتيجه احمال ممكن تاخدها ايه في الاتجاه ايه في الاتجاه اكس، الاتجاه اللي هو الاتجاه الاكسيال يعني. ده مثال تاني، والمثالين دول بيوضح لي طريقتين طريقة تثبيت الايه الاكس الفيكسد والفلوتد ايه بيرنجز. المثال التالت قدامي ده مثال لتثبيت التوتال فيكسد. هلاحظ انهم في المثال ده فيه هنا ايه، في عندي تو بيرنجز مثبتين. مثبتين ازاي؟ لما ابص اول حاجة على الكرسي اللي على اليمين الاقي ان هو الكرسي على اليمين بالنسبه للانر ريس بتاعته محكمه من ناحيه من شمالها عن طريق كتف شولدر موجود في العمود، ومن ناحيه اليمين عن طريق سناب رينج، يبقى اذا دي متثبته بسناب رينج على الانر ريس. الثانيه اللي جنبيها الانر ريس بتاعتها على كتف برضو على العمود من ناحيه اليمين، وفي سليف من ناحيه الشمال. اذا اصبح الانر ريس بتاعتي بتاعت اللي على الشمال متثبته من ناحيتين، بينما اللي على اليمين تعتبر مش متثبته. ليه؟ لان زي ما اتفقنا ان السناب رينج ما تشيلش اكسل لود، وبالتالي دي ايه مجرد بس إيه عمليه بوزيشننج، عمليه تحديد للوضع بتاع الكرسي بالنسبه للعمود عشان احدد مكانها بالظبط فين. لو نبص الاوتر ريسز، لا الاوتر ريسز داخله في الكيسنج، في مثلا البيرنج اللي على اليمين قبله سليف، وبينه وبين اللي جنبيه سليف تانية اللي هي السودة دي، وفي على الشمال خالص بالنسبة للأوتر ريس بتاع الكرسي اللي على ايدي الشمال في برضو سليف تانية. طب تعال نشوف السنتر لاين بتاع التو بيرنجز دول متركبين بشرط بينهم مسافة L. طبعا لو في قوة راديال اف ايه هتتولد، هلاحظ ان الاف ايه دي هتبقى واحدة منهم رأسي لأعلى والتانية لأسفل، بشرط الاتنين مع بعض يعملوا كابل. اف ايه لو ضربتها في ال يديني المومنت، وبالتالي هذه التثبيتة هتشيل لي حمل قيمته مومنت اف ايه في ال، ده المومنت اللي هو ايه ممكن تشيله التثبيتة دي. ده بالنسبة للمومنت. لو في قوة راديال موجودة اف ايه فطبعا هيشيلها ايه متشالة في الكرسيين زي ما احنا شايفين، بس واحدة فوق والتانية تحت. الحاجة الثالثة بالنسبة للأكسيال فورس اللي هي مثلا ظهرالي على شمال الرسمة بتاعتي، لو جت دلوقتي من العمود هتعدي من العمود إلى الإنر ريس بتاعة الكرسي اللي على إيدي الشمال،
وهتخش من البليه وتعدي لغايه ايه الكتف اللي على اليمين بتاع اللي بين البليه وبين الاوتر ريس، وبعدين تخش للايه للكيسنج. وبالتالي هذه التثبيته ممكن تشيل اف اي واف اف ار وبيلدنج مومنت. دي التثبيته ايه التوتال فيكسد. ولاحظ ان المسافه ال دي بتلعب دور كبير قوي قوي، لانها حصل ضربها في الريديال فورس، الريديال فورس هتديني المومنت اللي هو ممكن ايه مثل هذا الكرسي ايه يشيله. دلوقتي هنشوف تفاصيل عمليه الديزاين بتاع اللوكينج اوف كونستراكشن بتاع اللوكينج اوف بيرنج اون شافت، يعني ازاي انا بثبت الانر ريس على الشافت. الواضح قدامي ادي بيرنج اللي هو اللي انر ريس واوتر ريس متخشرين بالازرق في احمر، والكور بتاعه البولز بينهم. هذا الكرسي طبعا يعتبر ايه ديب جروف بول بيرنج، يعني ممكن يشيل لي اكسيال لود في اي من الاتجاهين من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. والعمود اهو باين قدامنا العمود باللون الفسفوري والبيرنج راكب عليه. لما ابص اول حاجه للبيرنج بالنسبه للعمود من ناحيه الشمال، الاقي الانر ريس مسنوده على كتف في العمود ناحيه الشمال. الكتف ده معناه ان العمود قطره اكبر، وبعدين ده قطره صغر تحت البيرنج، بشرط ان القطر تحت البيرنج ده هو القطر بتاع الكرسي، ولكن الكتف بيبقى ازيد شويه في القطر، ممكن يبقى ازيد ب 2 الى 3 مللي من كل ناحيه. يعني لو كان القطر بتاع البيرنج ده دي، يعني قطر العمود اللي تحت البيرنج دي، هيكون القطر بتاع الشافت عند الشولدر هيبقى دي زائد مثلا من 4 الى 6 مللي، بشرط ان هو يديني 2 او 3 مللي كتف، طبعا 2 3 مللي فوق و 2 3 مللي تحت عشان يسند عليهم الايه الكرسي. الاحظ حاجه، الاحظ ان بين المقطع الكبير بتاع الشولدر والمقطع الصغير بتاع العمود اللي هو تحت الكرسي بنعمل هو اندر كات. الاندر كات دي ليه؟ علشان اشيل الفلت اللي بيبقى موجود او اللي بيتواجد لي نتيجه عمليه الخراطه، عشان انزل بالقطر من القطر بتاع الشولدر الى القطر بتاع العمود بالنسبه للشافت. يعني الشافت يبقى مثلا لو قطر مثلا الشولدر ده مثلا 36 مللي، وهنزل ل 30 مللي تحت تحت عند الكرسي، فال 6 مللي هتقسم 3 و3. بين القطر ال 36 والقطر ال 30 هلاقي ان في فيلت هيبقى موجود بين الاثنين، الفيلت ده هيمنع لي الكرسي ان سطحه يسند على الشولدر بتاع العمود. عشان كده بنعمل ايه الاندر كات اللي هو ايه موجود في العمود تحت الكرسي في نهايه، يعني في نهايه الكرسي من ناحيه الشمال تحتيه على طول بين عند الشافت. ده بالنسبه للناحيه الشمال. لو بصينا الناحيه اليمين نلاقي ان العمود بتاعنا محكوم عن طريق ورده وشر ونط، يعني ورده وصاموله. والورده والصاموله دي ورده وصاموله خاصه برمانات البلي، مش اي صاموله وورده عاديين، هنبقى نشوف شكلهم بعد كده. ولكن نلاحظ حاجه، نلاحظ ان الصاموله دي طبعا الصاموله هتركب على الغوص موجود في العمود، والورده هيبقى ليها قطر اكبر من قطر الالغوص شويه او بتاع العمود عشان نقدر ندخلها بسهوله. ولكن بدايه الجزء المقلوص من العمود الاحظ انه بيبتدي تحت الكرسي، يعني ما يقدرش يجي عند السطح بتاع الكرسي، السطح الرأسي بتاع الكرسي اليمين، لا لازم يبقى تحتيه شويه ناحيه الشمال شويه ب 2 الى 3 مللي، بشرط اضمن ان انا لما اربط بالنط تزنق على المسمار، تزنق على الوشر، والوشر تزنق على الانر ريس، فالانر ريس تبقى محكومه بين الشولدر ناحيه الشمال والورده والصاموله من ناحيه اليمين، عشان اضمن تثبيت جيد. ولكن نتخيل دلوقتي ان اللي جاي بيصمم خلى الالغوز ما بيبتديش تحت الكرسي ولكن بيبتدي بره الكرسي. معنى كده ايه؟ معنى بره الكرسي معناه ايه؟ معناه ان انا لما احط الورده اللي هي الوشر وبعد كده احط عليها النط، هتيجي النط تقفل لغايه الاخر، لغايه اخر الالغوز، وهلاقي ان مش هتقدر تضغط على الوشر او على الانر ريس، وبالتالي هيبقى الايه الانر ريس بتاعتي مش هتبقى ايه محكمه. وبالتالي يبقى في هنا ايه في هذه التثبيته نلاحظ حاجتين اساسيتين مهمتين جدا. اول حاجه ان الناحيه الشمال عند الفلت اللي بين القطر الكبير والقطر الصغير بتوع الشولدر واللي على العمود والعمود نفسه اللي هو تحت الكرسي لازم يكون في اندر كات. الاندر كات دي بيبقى تقريبا عمقها في حدود ملي او ملي ونص الى 2 ملي، و بيكون عرضها في حدود برضو ايه ملي ونص الى 2 ملي. دي اول حاجه عشان اضمن ان السطح
بتاع الكرسي يسند او يوصل لغايه الشولدر او لغايه الكتف. دي اول حاجه. الناحيه الثانيه من ناحيه الشمال لابد ان الالووز بتاع اللي هو الصامول هتركب عليه، الالووز اللي في العمود، لازم بدايته تكون تحت السطح، تحت سطح الكرسي، ما يكونش خارج ايه الكرسي، لازم يبقى تحت الكرسي. وبالتالي طول العمود اللي تحت، طول العمود اللي تحت الكرسي اللي هو بالقطر دي، اللي هو قطر دي يساوي القطر الداخلي للكرسي، ده لازم طوله في الاتجاه اكس، يعني في الاتجاه الاكسيال، ده بيكون اقل من عرض الايه الكرسي بالكامل. اللي قدامنا ده تثبيت اخر يختلف عن التثبيت اللي فات. التثبيت اللي فات كان تثبيت الانر ريس بين شولدر من ناحيه والناحيه الثانيه وشر ونط، يعني ورده وصمونه. التثبيت الحالي اللي قدامنا ده نوع تاني من التثبيت، بنستخدم فيه سبيسر من ناحيه، من ناحيه الشولدر، ومن الناحيه الثانيه فيه وشر ونط برضو. طيب تعال نشوف الوشر، تعال نشوف السبيسر دي فايدتها ايه. السبيسر دي في الواقع اللي هي باللون البني اللي مكتوب عليها سبيسر دي، اللي هي ايه، دي معناها جزء زي جلبه تديني مسافه. طبعا طولها اللي هو في الاتجاه الاكس يعني بيبقى اقل ممكن، ممكن يبقى 3 مللي 4 مللي 5 مللي مش مشكله. ولكن الفانكشن بتاعتها او الهدف بتاعها ايه، ان هي انا بعمل فيها هي بتبقى راكبه على العمود عند الشولدر، وبالتالي هي الاول بتركب على الكتف وبعد كده الكرسي يركب عليها. هي الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان هي ليها 4 كورنر. لو ابص للمقطع بتاعها فوق او تحت ليها 4 كورنر. لو بصيت الفوقاني الاقي ان في كورنر اللي تحت ناحيه الشمال ده اللي هو راكب عند الالتقاء بين القطر الكبير والقطر الصغير للعمود، ده بيكون فيه فيلت، بعمل فيه فيلت او فيه شطفيه، اما فيلت واما شطفيه. الهدف من الفيلت او الشطفيه دي ان هي بتركب على الشطفيه اللي موجوده في ال، بتركب على الفيلت اللي موجود في العمود فتلغيني تأثيره. وبالتالي في هذه الحاله انا مش محتاج ان اعمل اندر كات بين عند الشولدر على العمود. وبالتالي ليه انا ما اعملش اندر كات، او ليه انا افضل ان انا ما اعملش اندر كات؟ علشان عمل اندر كات ده بيعمل لي، بيشتغل كما انه ستريس رايزرز يعني رافع للاجهادات، فبيعمل لي ستريس كونسنتريشن، بيعمل لي تركيز الاجهادات، فبيضعف لي العمود بتاعي. فممكن لو انا عندي الاحمال بتاعتي عاليه ممكن استخدم السبيسر دي مكان الايه الاندر كات. الناحيه الثانيه زي الايه المثال السابق بالظبط، برضو في عندي وشر ونط وراكبين على الاووز، والاووز دون في العمود، وبدايه الاووز بتاع العمود برضو نبتدي تحت الايه، تحت الايه عرض، تحت الكرسي نفسه مش بره الكرسي، يعني تحت الكرسي تلاقي ناحيه الشمال شويه، يعني الخط الراسي بتاع بدايه الاووز تلاقيه ناحيه الشمال بالنسبه للفيس او الوجه بتاع الكرسي في الاتجاه السايد فيو، يعني من ناحيه الايه اليمين، يعني السطح بتاع الكرسي من ناحيه اليمين موجود، وعلى شماله موجود ايه الالووز، يعني الالووز مبتدي داخل الايه الكرسي. ودي زي ما قلنا بنكررها برضو، دي من الحاجات الايه المهمه جدا في التصميم علشان الوشر والنط دي يعملوا الشغل او الجوب اللي مطلوبه منهم. هنا برضو احب انبه لحاجه، ان الكرسي ده هو لو كان الكرسي ده هو العمود بتاعه ممتد من ناحيه اليمين، يعني ده العمود اللي قدام ده منتهي ناحيه اليمين، لكن لو كان الكرسي ممتد ناحيه اليمين، ممتد من ناحيه اليمين، فالعمليه بسيطه جدا جدا جدا. ممكن بدل ما استخدم موشر ونط ممكن احط هنا سليف على الايه على العمود. يعني ايه السليف دي؟ عباره عن يعني عباره عن ماسوره ليها قطر خارجي وقطر داخلي وليها سيكنس، بشرط ان حرف هذه الماسوره لما يركب على العمود من ناحيه اليمين للشمال يخش لغايه لما يوصل على ايه على سطح الانر ريس الايمن ويضغطها. وطبعا الماسوره دي من الناحيه الثانيه هتبقى مثبته بحاجه ثانيه، ممكن يبقى الكرسي الثاني او اذا كان في ترس او طنبوره او اي حاجه راكبه على العمود. يعني بشرط ان انا ايه ممكن مكان الوشر والنط ممكن احط ايه جلبه او اللي احنا بنسميها شاقه او مندرل على عشان يثبت لي الانر ريس من ناحيه اليمين. نوع اخر انواع التثبيتات هو لما بستخدم بليت فاستند ويز سكرو. بليت
فاستنج ويز سكرو، يعني قرصه او بليت، قرصه مستويه مثبته بمسامير. دي بتستخدم طبعا في نهايه لما يكون ايه الكرسي ده عند نهايه عمود، ما ينفعش لو كان العمود مستمر من ناحيه اليمين ما ينفعش استخدم هذه الطريقه. طب الطريقه دي عباره عن ايه؟ بطريقه بسيطه جدا بلاحظ ان الكرسي ده بالنسبه للانر ريس من ناحيه الشمال في كتف، الكتف ده طبعا ممكن لو كان تحت فليت لازم اعمل ايه اندر كات، او ممكن على طول اروح ايه حاطط جلبه سبيسر عشان تشيل تاثير الفليت اللي هي مشطوفه، الجلبه مشطوفه من احد اطرافها الداخليه ويركب عليها بعد كده العمود. من الناحيه اليمين بدل ما احط الورده والصاموله زي الحالات اللي فاتت، انا ممكن احط ايه سكرو وبليت. البليت هو البليت اللي هو ابيض لونه ابيض من الداخل ومثبت في القوره بتاعت العمود، يعني في الكروسكشن بتاع العمود بايه، ممكن يكون بمسمارين او اربع مسامير حسب ايه. من عاده بنستخدم ايه مسمارين زي الواضحين كده قدامي. ولاحظ بقى هنا حاجه، الاحظ ان نهايه العمود اللي هيركب من الناحيه اللي هيركب عليها البليت، يعني نهايه العمود من الناحيه اليمين لازم تكون منتهيه برضو قبل نهايه الوجه بتاع البيرنج الايمن. الوجه بتاع البيرنج الايمن نهايه العمود تنتهي، يعني تنتهي تحت برضو الايه البيرنج، زي موضوع الالغوز في حاله استخدام الوشر والنط، علشان لما اجربه بالمسامير المسامير بتبتدي البليت يبتدي ايه يزنق على الانر ريس من ناحيه اليمين بتاعتها ويزنقها او يحكمها مع الشولدر الموجود على العمود من ناحيه الشمال. دي هنا دي من النقاط المهمه جدا 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 اللي هي ايه بيكون في العمود دون بيكون بينتهي قبل نهايه الايه قبل نهايه الكرسي. ودي من برضو من الملاحظات الايه المهمه في هذا النوع من التثبيت. هنشوف دلوقتي بعض الامثله على تثبيت البيرنجز. ادي اول نوع اهو، في اتنين رولر بيرنج اللي ناحيه الشمال ده توتال فيكسد، بينما اللي ناحيه اليمين ده فري، وبالتالي ناحيه اليمين هيشيل اكس ريديال لود فقط، بينما ناحيه الشمال هيشيل اكس لود وريديال لود في اتجاهين، لان الكرسي ده من النوع اللي هو ديب جروب. لو كان الكرسي ده من النوع اللي هو انجلر كونتاكت كان هيبقى ايه هيشيل ريديال وهيشيل اكسيال في اتجاه واحد فقط، ممكن يكون من اليمين الشمال او الشمال اليمين حسب وضعي انا للكرسي. لو الاحظ ان الكرسي اللي على ايدي الشمال ده هو مثبت الريس بتاعته مثبته من اليمين، الريس مثبته من الناحيتين بتاعتها، من الناحيه الشمال بسليف او اللي هي مندريل يعني او شاقه او ماسوره، ومن ناحيه اليمين في الكتف على الايه على العمود. ده النوع الاولاني. المثال الثاني اهو قدامنا، في اثنين دبل رو رولر بيرنج وكمان من النوع اللي هو السيلف الاينمنت. الاحظ ان ناحيه الشمال مثبت توتال فيكسد، لان الانر ريس والاوتر ريس بتاعته من طرفيها من الناحيتين بتوعها مثبتين، بينما البيرنج اللي على اليمين الانر ريس بس هي اللي مثبته والاوتر ريس مش مثبته. طالما ان هي مش مثبته الاوتر ريس يبقى اذا ده هيبقى ايه فلوتد بيرنج، وبالتالي هيبقى اللي على اليمين ده هو فلوتد هيشيل ريديال فقط، واللي على الشمال هيشيل ريديال مع اكسل في اي من الاتجاهين من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. والمثال الثالث ده هو بيوضح لي ان هو على اليمين في رولر بيرنج سنجل رو رولر وعلى الشمال ديب جروف بول بيرنج. نلاحظ حاجه ان السنجل رو رولر بيرنج ده ما بيشيلش اكسل على الاطلاق، وعشان كده هو ما قدرش يحط الكرسي اللي على الشمال من نفس النوع. ونلاحظ ان احنا دايما بيفضل بالنسبه للعمود الواحد ان انا احط الكرسيين من نفس النوع، بيفضل ان هم يكون من نفس النوع ونفس السايز كمان نفس الحجم. يعني انا لو عندي كرسيين اصمم ده واصمم دون على نوع معين، هبص الاقي ان انا محتاج مثلا من واحد فيرجن معين او موديل معين او يعني سايز معين، ومن التاني سايز اخر قد يكون اصغر او اقل، لكن الاثنين من نفس النوع البين اروح الاثنين من نفس نوع الكرسي. اروح بعد كده ولما باجي بقى انفذ اروح مستخدم الاثنين على السايز الكبير،
يعني ايه على السايز الكبير؟ ممكن يكون عرض واحد كان صغير والتاني عرضه كان كبير، اروح واخد اعمل الاثنين بالعروض الكبيره بشرط يبقى ايه، يبقى في تماثل الكراسي عشان عمليه الفك والتركيب في خلال عمليه المونتاج، عمليه التركيب ما يحصلش عندي اخطاء ان كرسي يتحط مكان كرسي، فالعمليه الامور ايه تبقى مش مظبوطه. وبالتالي هبص الاقي ان الكرسي اللي على اليمين عندي ده فلوتد بيرنج، اولا هو اساسا هذا النوع من الكراسي ما بيشيلش خالص، اللي هو الرولر ده السنجل ما بيشيلش خالص اكسيال، بينما الكرسي اللي على الشمال رول ديب جروف بول بيرنج، ده مثبت الانر ريس والاوتر ريس بتاعته من فوق ومن تحت، اسف الانر ريس والاوتر ريس بتاعته مثبتين من ناحيتين من اليمين والشمال، وبالتالي فده هيبقى ايه فيكسد ماونتد، وبالتالي ده ممكن يشيل ريديال ويشيل معاها اكسيال في اي من اتجاهي التحميل. المثال الرابع اللي قدامنا ده برضو اهو موضح لي كرسيين، اللي على اليمين فلوتد واللي على الشمال توتال فيكسد، وافتكر اصبحت الامور ايه بالنسبه لنا واضحه. ولاحظ برضو ان الكرسي الفلوتد ده اللي هو اللي على اليمين ده لا يص... ده مش ممكن يقدر إيه، حتى لو ثبتته من فوق ومن تحت بالنسبه للانر ريست والاوتر ريست من الطرفين بتوعها ده ما يشيلش خالص اكسيال لود، لانه هذا النوع السنجل رو سنجل رو رولر بيرنج ده ما بيشيلش ايه اكسيال لود على الاطلاق. المثال الخامس برضو فين عندي كرسيين، كرسيين واحد ده هو سيلف الاينمنت اللي هو اللي على الشمال دبل رو بول بيرنج، واللي على اليمين رولر بيرنج، وده برضه واضح اتجاهات واضح على كل واحد منهم على العمود بتاعه اتجاهات الاحمال اللي ممكن يشيلها، بالاضافه للريديال مثلا نلاقي اللي على الشمال ده ممكن يشيل اكسيال في اي من الاتجاهين. المثال رقم 6 ده بلاحظ ان الكرسي اللي على الشمال ده ممكن يشيل لي اكس واي ومومنت، ليه؟ لان هما كرسيين جنب بعض، واحد بول بيرنج والتالي رولر بيرنج. ولاحظ هنا ما ينفعش كنت احط الاثنين رولر بيرنج رولر، ليه؟ لان الرولر ما يشيلش اكسل على الاطلاق، وبالتالي فانا حط واحد بول بيرنج عشان لو جت قوه اكسل يشيلها الكرسي الرولر البول بيرنج، لكن الرولر ده مش هيشيل بس ايه، مش هيطلع مش هيشيل غير رياكشن من التو رياكشنز اللي مع بعض وبينهم مسافه بيه هيدوني المومنت اللي الكرسي ده بيشيله. وبالتالي هذه التثبيته اللي هي ناحيه الشمال بالنسبه في المثال 6 اللي قدامنا دون دي تشيل اكس وواي وتشيل مومنت، والتثبيته اللي على اليمين دي طبعا دي ايه دي فلوتد فمش هتشيل غير ريديال فقط اللي هو الاكس فقط الواي فقط. اللي اتقال على المثال 4 و5 و6 يتقال على المثال 7 برضو، واعتقد دلوقتي اصبحت الامور ايه واضحه في ذهننا من حيث شكل الكرسي، يقدر منه نعرف هل هو هيشيل الريديال ولا مش هيشيل الريديال، هيشيل الريديال في اتجاه او في اتجاهين، وطرق التثبيت سواء كنت انا هستخدمه كفيكسد او كتوتال فيكسد.